اهلا بحضراتكم مره اخرى، هيشرفني وينورني في هذه الفقره انجح مدير فني في الدوري المصري هذا الموسم، نجاح باهر ونجاح ملفت، وكل شهد انه كان نجاح كبير وكبير جدا بالقياس بالامكانيات والظروف وخلافه. انت بتتكلم في نجاح كان منقطع النظير. مدير فني دائما يقدم للكره المصريه لاعبين موهوبين، مع حرس الحدود عرفنا اسماء كبيره وعظيمه بسبب الشغل مع حرس الحدود، الشغل الفني اللي اتعمل لهؤلاء اللاعبين. الان طلائع الجيش هو من اكثر الفرق المطلوب لعبته في الدوري المصري، عشان اللعيبه كلها بقت نجوم بسبب الشغل التكتيكي والفني للمدير الفني، وهي دي فكره المدير الفني باختصار، تقدر تنجح وتحقق نتائج جيده، تقدر تقدم لاعبين جيدين، تقدر تحط تكتيك محترم تفرضه على كل الفرق اللي بتلعب قدامها. عشان كده احنا النهارده زي ما قلت لكم معانا انجح مدير فني في الدوري المصري هذا الموسم، وفي مواسم سابقه كان الاسم كمان الابرز بين المدربين المصريين الكابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش. يا كابتن طارق مشرف ومنور. الله يخليك يا كريم، متشكر جدا. اعذرني طبعا عشان صوتي. على مهلك. لكن طبعا يعني انا بشكرك على المقدمه. شرف ليا يا فندم. وانا سعيد ان اتواجد معاك ومع اسره البرنامج بتاعك. اشكرك يا كابتن طارق. ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن طارق. وايضا معانا موهبه تدريبيه قادمه وناجحه وشريك في هذا النجاح اللي احنا بنتكلم عنه عن طلائع الجيش هذا الموسم، كابتن احمد طارق العشري المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش. كابتن احمد مشرف ومنور. اهلا بيك يا كابتن كريم، وانا مبسوط ان انا مع حضرتك، يعني واحد من الاعلاميين المحترمين اللي انا بتفرج عليهم. ده شرف ليا كبير يا احمد. منور. ربنا يخليك. منور. طيب كابتن طارق، في قصه نجاح بيسموها في اوروبا سكسس ستوري كبيره لفريق اشتغلت معاه، فريق ما كانش عنده عدد نقاط كبير لما استلمته، فريق كان ممكن يبقى عنده نواقص كثيره جدا في اللاعبين وامور فنيه، ممكن نقول ان طلائع الجيش ما كانش هيعمل موسم عظيم، وفجاه طلائع الجيش يفرض اسلوبه على الفرق اللي بيلعب قدامها، بيحقق نتائج ايجابيه، لو ما بيكسبش فهو ما بيخسرش، بيحقق تعادلات، كل شيء كان باهر جدا في طلائع الجيش السنه دي. ازاي حصل التحول العظيم ده؟ ازاي حصل؟ طبعا ما فيش شك، طبعا في ورا النجاح منظومه. اولا انت بتتعامل مع منظومه اساسها الانضباط واساسها النجاح. صحيح. وده يمكن اللي انا بحب اتعامل فيه. تعرف انا طول عمري بعمل في المؤسسه العسكريه من صحيح. اول حرس الحدود قعدت حوالي 11 سنه. وكان فريق حرس الحدود برضه حصل فيه الفتره الانتقاليه اللي احنا بنمر بيها طلائع الجيش. كمشروع من فريق تواجد في الدوري الممتاز ثم دخل في المناطق الدافئه ثم تحول لمناطق اللي هي بتنافس على المراكز المربع ثم البطولات. وده مرحله 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 حطينا الطوبه بتاعتها. الفريق طلائع الجيش يعني في الاسبوع الخامس كان يمتلك من الرصيد 5 نقاط، دخل في 14 اهداف، عنده هدفين فقط لا غير. لكن انا كنت شايف ان الفريق ممكن يتطور، عنده الكواليتي بتاع اللاعبين جيد، ممكن يعني تقدر انت يساعدك كمدير فني لما تحط بصمتك عليه ان هو يتطور معك بشكل كبير جدا. صحيح. لكن اللي كان مذهل بالنسبه لي اللي هو التطور السريع. لان احنا كنا طبعا في موقف متاخر جدا في الجدول، وكنا في صراع، وكنا محتاجين نخرج بدري من النفق المظلم ده. حضرتك سلمت المهمه بعد كام مباراه؟ بعد 8 يعني في الاسبوع الثامن. الاسبوع الثامن كان رصيدنا 5 نقاط. ودخل مرمانا 10 اهداف، وكنا رصيدنا من تهديف هدفين. فانت طبعا مقبل على مرحله فيها مشاكل دفاعيه، عشان الناس يعني بتقول ان فريق طلائع الجيش يعني فريق بيتهمونا طبعا انها منظومه دفاعيه. الجمله الشهيره اللي بتتقال لكل المدربين الكبار في العالم اللي بيلعبوا بطريقه دفاعيه، مورينيو وسيميوني وخلافه وحتى كيروش لما كان معانا وكوبر، يقول لك الاداء الممل او الشغل الممل، هم ما بتبقاش معروفه قد ايه الشغل الدفاعي ده صعب تكتيكيا جدا يعني. جدا جدا، وبياخد طبعا قسط كبير جدا من التحضير الذهني والتركيز عشان توصل لمنظومة انت بتعالج فيها مشكلتين انت مقدم عليها. انا كمدير فني فلابد ان انا اخطط ان انا ازاي اعالج المشاكل، الحلول انت اللي هتقدمها، وان كل الناس مستنية الحلول انت هتقدمها وحلول سريعة. ان الدوري ضاغط عليك مفيش شك. طبعا المدة الزمنية بتاعت المنتخب في الفترات بتاعت البطولة الافريقية والبطولة العربية نفعتني جدا جدا جدا، عطيتني الزمن اللي انا محتاجه. لو كنت دخلت والمباراة متتالية انا يعني ما كنتش اضمن ان احنا نوصل للمرحلة دي، كان الضمان الوحيد ان احنا الخروج من النفق والبقاء في الدوري الممتاز. صحيح.
في الصراع اللي انت شفته ولحد دلوقتي يعني محتدم بشكل كبير جدا بين فرق. وفاضل طبعا في فرقتين طبعا، مقاصة هارد روك والايستر كومباني، فاضل فرقه صراع بين محله والجونه والمقاولين. الجونه والمقاولين، فانت كنت ممكن تتواجد ديت لو كانت، لكن مفيش شك طبعا المحظوظ بالفترتين دول. لكن كيفيه استغلال الفترتين دول، الكيفيه المماثله، وده اللي احنا اشتغلنا عليه. الهدف حطيته قدام مجلس الاداره ان احنا عاوزين نرتقي ونخرج من النفق ده بسرعه، ثم نخش منطقه دافئه، ثم نقتنع احنا كتيم ان احنا قادر ان احنا نوصل للمناطق التنافسيه.